أنا مريت بتجارب كثيرة في حياتي، خليني أصور الكاميرا بس، تجارب اللي لساتها بتولع ذاكرتي، ألم ولذة، مخاوف وأمل، كله مخلوط في بعضه. أنا تايه، الجروح القديمة ما عندهاش وقت الطيب، الجروح الشديدة راح تغطي عليها. فقررت أصور عشان أرجع ذاكرتي. هذول هم الخمس كاميرات تاعتي، كل كاميرا مرحلة في الحياة. أنا انولدت وعشت كل حياتي في بلعين، قرية اللي واقعة بين التلال. القرية واقعة داخل الأراضي المحتلة من الضفة الغربية. أنا فلاح مزارع مثل كل عيلتي، الأرض بترجعنا لذاتنا. لما كنت صغير كنت أروح أشتغل في الأرض مع أبوي، كنا نلقط زيتون. بذكر مرة ما كنت بدي ألقط، قام أبوي ضربني بالعصا على راسي، قمت شردت. كنت أحب أطلع مع أصحابي على الواد نسرح في الطبيعة. في مرة اجى مهندس اسرائيلي يعمل كيسات عشان يبنوا جدار فاصل وسط ارضنا. اول ايام اجت فيها الجرافات كانت ايام صعبة كثير، لكن هذه الأيام كانت بالنسبة إلي كمان أيام جميلة كثير. جبريل ابن الرابع ولد. حصلت على أول كاميرا وهيك كنت أقدر أصور جبريل. أطلع حديتك يا سيد. كمان ما أبقى أسكى بس أكون في الليلة. عطيك. أنا مخبطش عاشي. عو. الله العب يا ليبا. طموحيتك شوية. جبريل. هذه عطنا الصورة، عطنا الصورة يا بابا. أنا وزوجتي سرية عنا أربع أولاد. كل ولد من أولادنا أجا في مرحلة من مراحل حياتنا، وكل ولد عاش طفولة مختلفة عن الثاني. محمد الكبير ولد سنة 1995، أيام الأمل اللي صاحب اتفاقية أوسلو الأولى. في بداية ولادته كان كل شيء مفتوح، كنا نروح على البحر كل صيف. ياسين انولد بعد فترة انتظار 3 سنين. سنة 2000 مع بداية الانتفاضة ولد تقي الدين. نفس اليوم كان المستشفى مليان شهداء ومصابين. عاش طفولته في الحصار الطويل اللي كان مفروض على الضفة الغربية في هذيك الأيام. في 2005 ولد ابن الرابع جبريل.
من أيام ما كنت صغير لحد يوم ولادة جبريل، المستوطنات كانت تنبني أقرب وأقرب، وأراضي زراعية أكثر وأكثر بتتصادر عشان يسكنوا المستوطنين فيها. استوطنت مدعين علية الشديدة وضاعف عدد سكانها في 5 سنين. الجدار معمول على أساس يحمي المستوطنين ويفصلهم عنه، لكن مبني بعيد من المستوطنة وقريب جدا من بلعين. قاموا بمصادرة أراضي أكثر من الكرة المحيطة. ليش الاولاد يطلع اليوم عماد؟ ما لان جيش في البلد. لما بصير اشي في القرية على طول بحس اني لازم اصور. ولا مرة كنت أحلم إني أعمل أفلام. بس هلا بما إن عندي كاميرا، الناس صارت تطلب مني أصور لهم المناسبات والأحداث المميزة اللي بتصير في القرية، وبالتالي صرت مصور بالعين. بس كاميرتي ما بتشتغلش منيح. الأشياء اللي بصورها بلزمها كاميرا قوية مش كاميرا ضعيفة. هذا اللي على الأرض صاحب الفيل. الأولاد بسموه الفيل، هذا اسم دلع يعني إليفانت. دائما بشوف الفيل بلف في البلد والأولاد حواليه، أنا بعتقد إن الأولاد بحبوه كثير لأنهم بيشوفوا فيه أمل وسعادة كبيرة اللي من الصعب نلاقيهم عند الكبار. نتير والله اليوم استنى فيها اليوم شيف ال... ها عصير وهي هاي العصير ذهب بس ما فيش اكل. عندي هلا بلادي احلى الامنيات. لما بيجي الخريف بنروح نلقط زيتون في ارض ما اللي واقع ورا مسار السياج الفاصل. شو كاب
أنا مرت بك، شايف أخويا رياض بنضرب من هاي الناس، عم بخذني وقت لحين ما أنتبه إنه هاي وحدات خاصة من الجيش الإسرائيلي متنكرين بزي الفلسطينيين وحاشرين حالهم بيننا عشان يعملوا فوضى. بنبلش ننظم مظاهرات مع الناشطين الإسرائيليين اللي بنضموا إلينا. ما شهم سوديين شهم لا يخلون لتت لكم كي زي دברים שחשובים לנו בשביל לתת בתוך דרישות. המבא הזאת זה זה בלעין, נכון? חלק ממטרפיהו זה היה על אדמות בלעין. כן. והחלק הזה מקריית ספר הוא על אדמות בלעין. ועכשיו התוכנית החדשה היא בו, עד מגיעת עד בו. אתה רואה את זה? אנחנו רוצים לדעת איך עברו האדמות שהם שמו יד בשם המנהל האזרחי על הקרקעות הזאת, איך יגיעו להתנחלות? אנחנו רוצים לדעת איך זה יגיע. وبعدين بنقرر انه كل اسبوع بعد صلاة الجمعة نحاول نصل اراضينا ونعمل احتجاج. اهلنا الصامدين في قرية بلين، لا يصيبكم الا ما كتبه الله لكم، ندعوكم نساء ورجالا وشيوخا واطفالا من قرية بلين. ابن الفارود زي أدمى شل بلعين. أتم كنابتم أدمى شلو شلانو. لا يعسين كخا. أنا يجيد لكل أخاد كل خيم، أنا يجيد لخيم. هذا أديب. تعمدوا بشكل. أديب هذا دائما بتحين الفرص عشان يعمل مشهد. يعني هذا الأرض ولدنا فيها وبنعيش وبنموت وسنظل مرابطين فيها من هلا مدى الحياة. الشغل على السياج الفاصل مستمر بدون تأخير، لازم نظل متماسكين. الناس بتيجي تنضم إلنا من جميع أنحاء العالم، بيجوا مع أفكار مبدعة وأشكال جديدة للاحتجاج، بيقفوا معنا في كل شيء بصير. في هذا اليوم انكسرت كاميرتي الأولى بقنبلة غاز.
فيش عندي دخل أو عمل دايم مثل ناس كثير في البلد رزق من الأرض. عشان أستمر في التصوير صديق إسرائيل اللي بيعطيني كاميرته. הבאתי לך את המצלמה, זה אין מה לעשות, זה ייפול לך, אם אתה תלך עם זה, תרוץ עם זה בצילום, תלך עם זה, זה ייפול לך, זה לא מחזיק. וככה המצלמה בסדר, אני יודע. בעד שחר, אחוי אבי חורג' מנסיג'ן. הוא אוול, הוא אחד. من تم اعتقالهم من وقت ما بلشنا بالتظاهر. السنة الأولى من عمر جبريل مرت بسرعة. أنا براكب كيف كل لحظة من عمره عم بكبر. أنا بنظر لجبريل من خلال الكاميرا الشديدة، بحاول من خلال عينيه أكتشف العالم. بفضل ضغوطاتنا إن سمح لنا بشكل مؤقت إن نعبر للجانب الآخر. يلا تعال. لما بلش جبريل يحكي أول كلماته كانت لحظة سحرية. شو هاب؟ ابعد. وين رحت انت؟ جلال جدار. جار. مطاط. تعال هالمطاط هان. اذا كلك مطاطين. ابعد ابعد. الرين. شو جيش. جيش يابا. شو سيعوا ميل. ميل. اشرد. اشرد. نمشي على ايقاعنا الخاص بخطوات صغيرة في الوقت اللي البناء فيه عم يلتهم اراضينا. قالين ابو محمد غير شو انت رايح تتجوز؟ ايوه وبدك استراحه يعني اليوم المصيره هاي اللي بتصير في بلدنا احسن من الجيزه هسه. يا الله توكلنا. Everybody welcome to Belayen older groups, Spanish group, French, Germany, everybody who's participated with us. ضال بالعين عم بصير رمز من رموز المقاومة الشعبية حول العالم. بنتجاوب مع كل اللي بصير من أحداث سياسية مثل الاجتياح الإسرائيلي للبنان سنة 2006. أديب الفيل دائما في الصف الأول من الاحتجاجات.
على الأقل هاي المرة مش أنا. بات سربين لشوت يور كاميرا. Go home, you fucking idiot. خرج الفيل من السجن في نفس اليوم. أديب بيحتاج سنة عشان يستعيد عفيته، لكن هو مستمر. أنا والفيل وأديب نختلف عن بعض. خلال فترة المظاهرات ضد الجدار العازل قدرنا نبني علاقات عميقة كثير بيننا. أشوف من خلال عدسة الكاميرا ثبات أديب وروح فيل الحلوة. الاثنين عندهم طاقة قوية للحياة. اليوم بدنا نعدينا فيل هنخوم ورضين شنو من هنخوم بكتير. يوم يوم كان مطر كان شمس كل يوم يوم بطلع نعدينا. ليش طيب بطلع نعدينا؟ لا بطلع نعدينا والله إن حراد. تحويل الغضب لشيء إيجابي بيحتاج قوة كبيرة. أنا والفيل كالكنين على أديب. محمد ابني الكبير بحب يصورني بالكاميرا. بنظر لصريا هي فلسطينية ولكنها كبرت في البرازيل. بتحب تلقط زيتون وتشتغل في الأرض. هذا المطرح بيربطنا مع بعض. الأرض مش بس بتطعمنا، الأرض بتوصلنا ببعض. علشان إسرائيل تقدر تحتل أراضي
تستخدم أساليب كثيرة، بعض هذه الأساليب حتى في قوانينهم مش كانونية، مثلا السماح للمستوطنين بإنهم يحطوا بيوت متنكلة على أراضي فلسطينية واللي بفرضوها علينا كأمر واقع، فبنحاول نمنعهم يحطوا بيوتهم المتنكلة. في النهاية بهاجمونا كلنا. بنفشل نمنع المستوطنين منهم يحطوا بيوتهم على الأرض. أجتنا فكرة، ليش ما نحطش إحنا كمان بيوتنا المتنكلة على أرضنا المسروقة ورا الجدار؟ مش ملوكناه. صدق حالك انت الثاني. اقعد خلي يسوي. ايوه يا عمال يعني الارض هاد ممكن تقول لكم لا تفوت لكم فتاوى كده معكم على سواقة فوم كنا من الشامة ليه كنا من الشامة لا يا دي ما تموت ما تموت ما طولوش حتى شالوه. فقمنا وجبنا واحد ثاني. لكن هاي المرة بعض ما دخلوا وسكروا على حالهم من جوا. شالوا البيت المتنكل الثاني. بعد البيوت المتنكلة المستوطنين عم بيكملوا بناء الوحدات السكنية، بيستعملوا القانون اللي بيمنع الجيش من تهديم أي بناء اسمنتي متماسك، وبعدين شركات البناء تقدر تدخل على الخط تكفل الباقي. فقررنا انه نستعمل نفس الطريقة عشان نحمي ارضنا. ضبيع يا ضبيع جيب النوم بالغرفة الشديدة. ها
ضبيع جيب النمر في الغرفة الشديدة. نيحة يلا قوم هيجو الجيش. قوم هيجو الجيش قوم. אני עכשיו באתי אליך, שמעתי שם, למה סלמת אותי שם? אתה באת אלינו, אדוני, אני הייתי פה, אתה באת אלינו, אז מה, אני באתי אליך הביתה לצלם אותך? לא אכפת לי, מה באת אלינו? אני מצלם פה, מה אני מפריע לך? כולה פעם האחרונה, אם אני רואה את המצלמה הזאת מכוונת אליי, היא הלכה, סבבה? טוב, בסדר. להתראות. ביי. المستوطنين بكرروا ينتقموا منا في الليل. المستوطنين حركوها وهذول اخوانا. شو هذا ابو محمد واليهود الزيتون يعني الزيتون شو ذنبه الشجره اللي بتسبح لربها شو ذنبها يولعوها جبل جواها צריך להשתיל את זה באדמה שלנו. זהו. לא, לא, לא לגדר. מה? הגדר זה ילך. תפסיק לגלל, אוקיי? לא. ילך לשקט, תעשה את זה יפה. הלאה. יעני, כולי צעה. כולי נזרח, עוד תשבר. עונות של מן הזה טוב. بدنا نهدك يا الجدار بدنا نهدك يا الجدار بدنا نهدك يا الجدار لا لا للجدار لا لا للجدار لا لا للجدار صديق إسرائيل صاب وسيلة للدموع. Somebody call me some pay. He got you. Somebody call me some. ما قبلت بها طنين. إسعاف. يا ده أخوي الثاني اللي بيعتقلوه. قديما خطا لموتا. هاي قصة ملهاش نهاية. خربنا القصة من الأول عشان نحرك الغرفة جددنا. أيوة أنا معجب كيف فيل وأديب بيقدروا يرفعوا معنوياتنا لما نبلش نفقد الأمل. البيت خلف الجدار بصير المطرح اللي بنلتقي فيه كلنا. أنا بتطلع على الفيل وجبريل في إشي بربطهم ببعض، إشي أقوى من إني أقدر أشرحه.
في اللي بصير؟ والله اللي بصير هذا يعني شو بدك تسوي؟ وابوك شوف الارض قتله استاذ عمهر. يعني عمرهم بيرجعوا الجدار قاعدين يرخص المستوطنه. يرخص المستوطنه خلص يعني شل مشاكلنا على الفاضي يعني بدي اقول لك يعني. اطلع كل الله. لما بنصل المستوطنة بنشوف الضبع أخو الفيل عم يحاول يوقف البناء لوحده. الضبع مش شكله كان كثير. كمات محافظ على ابتسامته الطفولية. هني دفعوا التخيم، هني دفعوا التخيم. سلام وسلام. كل خبر ولا بول نكون؟ أفلا تبر خبر لا كنا ولا. هني سلام عتونا مطار لليوت بكل مكان. لحم بوا، لحم بوا. في متي ما بعيا. هني سلام. هني لونين عليكم للثيقو. هني سلام. سلام سلام. قوم سلام مش فاهم انت هتصوتي من الجلد شو انت فاهم انت صريخ لقيت لهم للاخت من بو نحن لا نسيم كلوم معلش ما كده فوكس لف شغال ليش الأشهر بتمر وجبريل عم بكبر وبصير حساس أكثر للعالم اللي حواليه. بالعين بتستمر بمظاهراتها أسبوع بعد أسبوع. جبريل صار بعمر اللي يسمح له يفهم يجي يحضر المظاهرة. ما عزي ثاني ما نعزي. شوف ناس بيعرفهم بتم اعتقالهم بدون ما يفهم ليش. جعفر هو أخوي الثالث اللي بيعتقلوه. سدوا الشبابيك سدوا. وبعدين اجوا من الدنيا وصاروا تحت اخوه
بعدين أجا شوم من ورا وأنا شوم خفت شوم جيس؟ وأنا ما خفتش شوامين خفت قدام سيارة أبوي وأنت ما خفتش منهم؟ ما خفتش بحساب شو يخدوش؟ شوم فوق من السيارة؟ ما خفتش يا جبريل؟ من إيش أنا تشي من البصل؟ ما اعترفت عليك الغاز طيب انت بطل يا ما لا بطل ما فيا شوفي هذولا بشرة جبريل كثير حساسة حتى ليفت الحمام بتعلم على ظهره بتأمل انه بشرة تتخشن بسرعة خلاص خلاص يا ما تيكون وزعني وياه يلا الجيش بيدخل بيتعمق أكثر وأكثر داخل البلد بيحاول يمنع الناس من إنها تروح على المظاهرات أصور الكاميرا بتعطيني إحساس بإني محمي بس هذه أوهام أنا بصور احتفال أخويا خالد أبوي وأمي بيحاولوا يوقفوا الجبات بفكر شو لازم أعمل لازم أكون مقتنع إنه مثل هيك لقطات راح يكون لها أهمية حكيت الجيش بيجي في الليل بالأخص للأولاد هذه طريقتهم عشان يجبرونا نوقف الاحتجاجات Welcome to the club Malin Welcome to the club يلا كنا نستخدم الفور عشان ناخذ أرضنا ليش راح الجدار؟ عشان ناخذ أرضنا خذوها الجيش عشان We want to sleep! We want to sleep!
هم اللي خايفين منا، تطلع جايبين كنابل لاولاد صغار. جشامة هورا انا بني بس انت هان في ابني زيك فاركتان كل اسرائيلي مش زيك فار كل اسرائيلي مش اسرائيلي رتسي شلوم إحنا وبالإسرائيليين أولاد العم يعني عود حبيبي. أنت ليخ من بو وإحنا ليخ الكفار شلانو أنا ولا طما شو؟ إصابة خفيفة. أنا كيف قعد يروي الدراع إن شاء الله. أريني. اسكت يا زلمة ما فيش شيء. إصابة خفيفة أوكي. أوكي. تردس. الجيش وزعوا الشيء الليله الله يفتح روح على الجدار يوم الجمعه الصبح وجدوا المغرب بنحاول المصيرات يوم السبت هاي الارض تبي وين ايه هون الشيء كيف تسمع هذا بالعين هذا بالعين اخذ منها شيء هذا قديش دم شيء النواب هي اخذ هاي بنعمل شيء اخذ 6 شهور 6 شهور تردوا هذول اللي معنا الشيء بدنا احنا بنعرف شو بنسوي وقتها بدنا نوقف المصيره بنوقف هذه المرة دوري بأخذ الكاميرا وببلش أصور عشان أحمي حالي
يا باتشي اللي فاني عتونا هاي بمطار ليلة سالم. هات الهوية الصحافة من جوا. ما بايا. شلخت رئيس الجمهور. دنيا بي وراء الشتخ هذا حكومة كامفة מכריז כי שטח צבאי סגור כמשמעותו בצו. אדם לא נמצא בשטח צבאי סגור חייב לצאת ממנו מאלתר, לא ייכנס אדם לשטח הסגור ולא יישאר בו. סעיף 3, לא יוכל מי שניתן לו היתר שניתן על ידי מוסמך לכך על ידי להיכנס לשטח הסגור ולשהות בו והכל על פי התנאים שנקבעו בהיתר. לפי פסקה שהיה, אתה כרגע עובר על צו שטח צבאי סגור, אני מבקש לך להפסיק את הצו. אבל לא אמרת עיתונאי, אסור לי לצלם. לא, עכשיו. בשטח צבאי סגור, אסור לך לצלם. זה בדיוק מה שזה אומר, תוריד את המצלמה. אני עיתונאי ואני בבית שלי, ומותר לי לצלם. תוריד את המצלמה, על פי פקודה. זה הכל, תוריד את המצלמה עכשיו. יפה, תוריד לגמרי, תפנה אותה לקיר ותניח אותה שם. תן אותה, תניח אותה כלפי הקיר. في مركز الشرطة حككوا معي واتهموني اني بضرب حجار. قضيت في السجن فترة، بعد عدة اسابيع ومساعدة المحامي أفرجوا عني مع قرار بالإقامة الجبرية. أنا لحالي في بيت خارج بالعين. الكاميرا كانت الإشي الوحيد تقريبا اللي أخذته معي. אני פסיכולוג, ואני עושה חוות דעת בבית משפט. ככה זה כל הזמן מצלם? לא, אוקיי, אני, אתה יודע, אני בזמן, אני מצלם כל הזמן. אני בזמן מצלם. כן. הייתי בקדר, עכשיו במעצר, עד חודש. כל פעם אין לי מה לעשות. בא לי לצלם משהו ברור. الطبيعة بتجدد نشاطي. أنا بفكر إنه عندي هدف في هذا العالم بالطريق اللي ماشي فيه، حتى لو كان الثمن غالي. مكتوب علي قدري. بعد عدة أسابيع برجع بالعين. ملفي تم إغلاقه. أقول إنهم ضيعوا الأدلة والإثباتات. بسعدني إني ألاقي الناس لسه بتلاقوا مع بعض في المركز. بمالخة פעילות המשפטית נגד הגדר מדעו לנו כל מיני דברים לגבי הגורל של האדמות האלה שאמורות להיות בצד המערבי של הגדר. מה שאנחנו גילינו זה שבעצם כל הבנייה והאישור של התוכנית היו לא חוקיים. הצלחנו להוציא צו של בית משפט שמפסיק את כל הבנייה ואוסר אכלוס של הבתים. نعم تروح انا نروح على المسيره نوعي ما تزوجي عيدي ما حتى نوعي تفاي تشافي شو اللي صار فيك نو شنو فاي ما برسيسا هاي تو فازندو عاتشيل واليوم بدنا نقعد مع بعض اليوم عيد بدناش مسيره تشافي تشيل اللي صار فينا كل يوم العيد وقعد تشافي التصوير يا عماد
لازم أستمر بالتصوير. يا دوبك سامع إشي ما عدا صوت فيل جنبي. شباب لا خدمة سمع. يمكن إنها تكون كاميرا الثالثة أنقذت حياتي. الرصاصة لسه مزروعة فيها كتذكير. كديش الحياة هشة. وينك تروح؟ لازم ألاقي قوة داخلية عشان أقدر أستمر. كل الأشياء المنيحة اللي بنحب نعملها. ربيع قوم. الزمن بمر والناس لسه بتيجي تتظاهر كل يوم جمعة، لكن مع تقدم بناء الجدار باتجاه كرة ثانية الناس بتحس انه ما في اشي ممكن يوقف الاحتلال من الاستمرار، وبالتالي قررت اني اعمل اشي عشان ارفع معنوياتهم. عرض المشاهد اللي بصورها بسمح للناس بأنها تتفرج على اللي بصير مع أخذ مسافة منه. بفكر إنه هذا بساهم في خلق حالة تضامن بيننا، بشجعنا على مساندة ودعم قرى ثانية عشان تبدأ وتحتج. في 2008 صار في كثير قرى في جميع أنحاء الضفة الغربية اللي بتأخذ نضال بالعين كنموذج لشكل جديد من المقاومة. الحكومة الإسرائيلية خايفة إنه الاحتجاجات تتحول لانتفاضة ثالثة. الجيش بتعرض لضغوط. قتل واحد في قرية نعلين القريبة. فكنا كلنا رحنا نواسيهم وندعمهم. وسط هالمومعة في نعلين بيعتقلوا الضبع وبطخوه في رجله. الجنود بيستعملوا كميات كبيرة من الغاز والرصاص الحي. حطوا قناصة حوالين البلد.
بالعين من قليل لا بالعين شعب واحد ما بيلين شعب واحد ما بيلين ومن قليل لا بيروت من قليل لا بيروت ومن قليل لا بيروت من قليل لا بيروت شعبك في الجنة أكيد وابنك في الجنة أكيد ولد عمره 11 سنة بنقتل في نعلين القناصين بطخوا جنب بيته جنازة مباشرة ولد عمره 17 سنة كمان بنقتل الإصرار على مثاليات المقاومة اللي عنفية مش إشي بسيط لما الموت يكون محاصرك من كل ناحية هاي اللقطات بتذكرني بأشياء قديمة ذكريات اللي بفضل أخليها بعيدة عن أولادي الخطر عم بقرب أكثر بفكر بأولادي بدي أحميهم بس الاحتلال دائما قادر إنه يفاجئنا لازم يكونوا رجال جامدين في اللي هو الوحيد اللي لسه متفائل زي اسم الفيل اللي قوته بتكمن بجلده السميك الغليظ لكن في الحقيقة هو شخص لطيف بعطيك إحساس إنه الأشياء رح تمشي تمام بتجينا الأخبار الحلوة جهودنا بعززها كرام محكمة إسرائيلية بتفكيك جزء من الجدار الفاصل افتحوا شوفوا الأخبار افتحوا شوفوا الأخبار بعد سنة من هذه اللحظة السعيدة ما في أي مؤشر على الأرض بالنسبة لتطبيق قرار المحكمة صرنا أربع ساعات كان معوكين أربع ساعات صرنا معوكين مش عارف وين أنا جزء كبير من الأرض تدمر حاسس إني دايخ
طرف بلعين قلنا يا ثورة شالت عودي وبالعين بتقول في هذه اللحظة اتركت ربزتهم بالجدار الفاصل. هذول هم آخر لقطات أخذتهم كاميرا الرابعة اللي انكسرت. أنا على وشك أموت بدون ما أنا أو أي حدا يدرك. مش قادر أهرب من إحساسي إني عملت حادث بسبب الجدار، لكن اصطدامي فيه يمكن هو اللي أنقذ حياتي، لأن الجنود انجبروا ياخذوني أتعالج في داخل إسرائيل. بعرف ان كل شيء مكتوب، بس في نفس الوقت لو كنت تعالجت في مستشفى فلسطيني كانت حظوظي اني اعيش اقل. كان في اصابات وجروح في كل مكان من جسمي، بفقد وعي لمدة 20 يوم. لما بصحى بالمستشفى في تل أبيب، إسرائيل كانت بتبلش هجومها الشامل على غزة في نهاية عام 2008. علاجي في هذا المستشفى كان نقطة بالبحر بالنسبة للعنف. بعد شهرين رجعت عبالعين، بس بدون ما حدا يحتفل فيه، لأن الناس كانت في حداد على غزة. بابا شو يا جبريل؟ اليوم احنا جايين هنا عشان نوري اننا احنا لنا حرية وان احنا بنعرف نلعب. الدكاترة بيحكوا مش حقدر بعد اليوم اشتغل شغل فيه حركة بدنية. بما اني مش مواطن اسرائيلي، فواتير المستشفى كبيرة، لازم ألاقي تمويل علشان أكمل علاجي. السلطة الفلسطينية ما بدهاش تأخذ الحادث بعين الاعتبار كجزء من المقاومة. لما الواحد ما بيكونش منسجم مع رمز المقاومة بصف وحيد. في كثير ناس بتستعمل رموز المقاومة عشان ينتفعوا سياسيا، سواء كان الرمز بخص بالعين أو رمز الدولة الفلسطينية. بالعين هالكيت عم تجذب سياسيين من جميع التيارات. أنا بصور كيف أديب بيطلع من ورا ومتأكد إنه مش حابب اللي بصير. بفضل أكون مع المناضلين الحقيقيين. بيطار.
قتلة يا ابو محمد، ما فيش اشي مأرض هنا جوا الجدار والله. لا ولا اشي والله. ما فيش هيك تقدرش تسوي زي هذا. ما يمكن في بنا، البنا على الارض اللي تبعتنا في بنا. ما فيش اذا كنت ولا اشي شو اللي راح عيد. يا سلام انت تقولك بس انا بدي اقول لك شغله واحده، يعني لو متر واحد يرجعوا الجدار انجاز انجاز 100%. ريكو يعني صرنا اربع سنوات قاعدين بنباطع شو عم تقول؟ خليه يرجع الارض بس واحد. بتم السماح لمستوطنين شداد انهم يدخلوا البنايات اللي واقع على الأراضي اللي مفترض إنها مش هترجع مع إذن من المحكمة الإسرائيلية. ما بلاصق مجيئين مبني ميتوت مزمونين مزوزة لسين بدلت وكيف كوبين تخزكاء لديرا. أنا بتطلع على الفيل وهو بيحضر فوتبول مع الأولاد في البيت خلف الجدار، دائما متمسك بأحلامه إنه يصلح العالم. لكن الأحلام ممكن تكون خطرة كثير. جبريل عمرها الكيت 4 سنين مثل مقاومة بالعين، والحماية الوحيدة اللي بقدر أقدم له إياها هي إني أخليه يشوف كل إشي، إنه يواجه مشاعره. راح تنضج لما يفهم قديش الحياة ممكن تكون صعبة. من أجل العزة، من أجل العزة. هذيك الأيام ما كنتش فاهم كيف الموت كان لهاي الدرجة قريب مني. وضحت الصورة لما انقتل الفيل. في الليل طبع بعلق صور أخوه الشهيد.
كل البلد مصدوم. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا حضورا وتنحتون الجبال. يمكن بس الأولاد اللي كانوا أصحاب الفيل مثل أولادي لسه مش مصدقين، وودعوه بس راح ياخذ أسابيع على بين ما عواطف الكره والغضب تطلع من جوه. لما حدا بموت الغضب بيكون كبير وكثير، المشاعر بتتفجر في داخلنا، الناس بحسوا حالهم جاهزين ليموتوا بعد. اين الكاتسين شلخيم اين الليل ترين انت يدين انا ارسل اموت بايش انا احنا باين على دمش لانو بايش يا با طلعت الجيش والموس وعطهم يا بابا بحبسوني يا بابا بطخوني هو بظل الجيش ولا بظل الجيش هديش ليش بتضم عطهم عشان طخوا فيلي بلاش طخوا الفيل شو خص الفيل في الجيش أشو خصة يا با كل واحد بيخسر طفولته في مرحلة معينة مثل الضبع اللي خسر ابتسامته الطفولية لكن في الوقت اللي بنمحى فيه كل جزء من طفولتنا اللي بظل هو بس الغضب كل القوة الثورية كل القوة الثورية غزة وضفة الغربية غزة وضفة الغربية غزة وضفة الغربية أنا بفكر في الأطفال اللي مثل ابن جبريل ومثل ابن أديب يوم ما اعتقلوا أبوه وأخذوا على السجن شو راح يعملوا عشان يقدروا يتحملوا كل غضب بعد فترة قصيرة بعثوا لي مذكرة اعتقال شو كان عمر باعتقالي
جوجي يقتلوني بالليل. وشو بدك تسوي؟ شو بدي اسوي؟ عيمات شوفت شو بيصير فينا من ورا هذا التصوير، من ورا هدول الشغلات شوفت. وكم بيجوا كيتا بيعتقلوكم جد عيمات؟ وهاد بيعرفش كيف هدول بيفجروا، وكم باخذوكم جد؟ شو بدنا نسوي انا والاولاد عيمات؟ شو بنسوي كم بيجوا جد؟ بس انت شوفت شو بيصير فيك عيمات، شوفت وبتتعلمش. عشان من ورا قلت لك خلص بتشوفي التصوير عيمات، بتشوفي. ليش انت بتبدلش عيمات؟ نقعدك ليه في دعم عند أولادك؟ اشتغل شغل تاني. ليش مختم في خشاخ العقدة؟ ليش عيما؟ وكان بيجي مجال شو بدنا نسوي؟ شو أنا بدي أسوي عيما؟ والأولاد إذا بطلت أقدر أتحمل. صار مرة صار مرتين بقدرش أتحمل مرة تالتة. وقف من هالشغلة عيما، بتشفي خلص خلص بتشفي بتشفي. فحيم أنا بكيت مريض مش قاعدة بتشافي التصوير هي لا بس عشان الواحد يا حبيبي عماد 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 شو بتسوي؟ عماد شو بتسوي؟ شو؟ بشوف اليوم بحنت الجيش يا عماد. ليش؟ بهدوا في الجدار. والله كيف في الجدار هاي بهدوا في الجدار. يعني فيش كثير قاس اليوم فيش 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 غاز فيش غاز لاول مره من 5 سنين. خلاص يا جماعه شروا سرعة رصاصة M16 هي 853 متر في الثانية. الرصاصة بتوخذ 3 أجزاء الثانية لتوصل كامرتي. في هاي اللحظة السريعة قبل ما التجربة تصير مجرد ذكرى، كل شي كنت أعرفه راح. مر أكثر من سنة وأديب في السجن. بعد 5 سنين ومع ضغط النضال الشعبي قرار المحكمة بدأ يأخذ حيز التنفيذ. تم تفكيك الجدار. هذا انتصار صغير للقرية. صاروا بانين جدار اسمنتي ثاني على أراضي القرية. في أراضي رح ترجع لأصحابها، بس بالعين رح تستمر بمقاومة الجدار الشديد. الأجدرة ممكن تنكام، بس الأرض دائما هي اللي بتحمل أثار الجروح.
جبريل بتحول من رضيع لولد، هذا معناه انه البراءة بتروح. النضج السريع هذا بضايقني شوي. مبروك مبروك عقبال المية وثلاث سنين. الشفاء هو التحدي في هذه الحياة، الشفاء هو التزام الضحية الوحيد. انت بتقاوم القهر بالشفاء، بس لما انجرح كمان وكمان بنسى هاي الجروح اللي بتتحكم بالحياة. الجروح المنسية ما بتشفى، لهيك انا بصور عشان اشفى. يلا مر. انا بعرف انهم بجوز يدقوا عبابي في اي دقيقة، بس راح اضل اصور. هذا بساعدني اني اواجه الحياة واضل عايش. جبريل اطلع البحار ورغضني على البحار. آخر جلسة علاج في تل الأبيب سمح لجبريل وتكي الدين إنهم يجوا معي.
Thank you.